المفتي لم يشترك في هذا القرار، يبقى هذا القرار لحال المسلمين دائره ثلاثيه من ثلاثه قضاة. لا يعني معلومه زي دي ما يعرفهاش الاستاذ فريد الدين؟ يعرفها طبعا، بس هو الاستاذ فريد مع احترامي الشديد هو بيبدي وجهه نظر دفاع، ويعني هو ده دوره في الدفاع بيبدي وجهه نظره. فانت بتقول له يا استاذ فريد، فريد الدب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نير أشرف. ثغرة قانونية استغلها الدب للطعن على إعدام قاتل نير أشرف الحاضر مع المتهم محامي ابتدائي. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. الثلاثية مش رباعية بالظبط عندك، لان ببص عندك احنا بنفسر طبقا لايه هدف المشرع، ان هي تبقى ثلاثيه عشان يبقى الحكم بالوتر بالاغلبيه. هنا اللي اصدر الحكم لحال المفتي او اللي اصدر حكم الاعدام كانت ثلاثيه، اما ان يكون ان مستشار رابع حضر بعض الجلسات فده ما كانش بيشترك في قرارات الاحاله المفتي. خلينا ننتقل الى وجهه نظره الثانيه اللي ليها علاقه كما يرى. ثغرة قانونية استغلها الدب للطعن على إعدام قاتل نير أشرف الحاضر مع المتهم محامي ابتدائي. تواصل المصري اليوم السبت نشر مذكرة طعن فريد الدب محامي محمد عادل المتهم بقتل زميلته بكلية الآداب جامعة المنصورة نير أشرف أمام مسؤول الجامعة على الحكم الصادر بحقه موكله بالإعدام شنقاً. وقال الدب في مذكرة الطعن إن الغرض من إيجاب القانون حضور مدافع عن كل المتهم بجنايات لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع حض إجراءات المحاكم من أولها إلى آخرها، مما يلزم عنه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة، إما بنفسه أو بواسطة ممثل له يختاره ومن هيئة الدفاع عن نقد جنائي جلسة الرابع من فبراير لسنة 1952 مجموعة أحكام محكمة النقد الجنائية سين 3-684 قاعدة رقم 254 طاعة رقم 22 لسنة 2022 القضائية. مضيفا أن ما حدث بمحاكمة قاتل نير أشرف الذي كان يحضر مع المدافع عن الطعن هو محامي ابتدائي لا تجوز له المرافعة أمام محاكم الجنايات الذي لم يبدي أي عذر عن المدافع عن الطعن، وأضاف يتبين من أسباب الطعن الحكم المطعون فيه مرجع نقده، وكان يترتب على تنفيذ هذا الحكم إصابة الطعن بأضرار جسيمة، فإن ذلك يحفز لطلب وقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن، وكذلك عملا بالمادة 36 مكررا فقرة أولى من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقد مطالبا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا ثم الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصيلا نقد الحكم المطعون فيه واحتياطيا ومع النقد إعادة القضية إلى محكمة الجنايات لتفصل فيها دائرة أخرى. وبعد إصدار حكم الإعدام في حق محمد عادل قاتل نير أشرف تولت الأنباء عن تولي فريد الدب الدفاع عن محكوم عليه وتقديم مذكرة الطعن النقد، كما نص القانون على تقديم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، بحيث يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم مرفقا بها أسباب الطعن. هند عاكف عن مقتل نير أشرف اللي بيحب حد بيضحي عشانه مش يقتله. علقت الفنانة هند عاكف على قضية مقتل الطالب نير أشرف على يد زميلها في الجامعة بعد رفضها الارتباط به، وقالت هند عاكف في تصريح لأهل مصر الموضوع به خبايا كثير جدا، وعن نفسي بقول لا يصح أي بني آدم تحت أي مسمى في الدنيا يتروح مهما عملت فيه ومهما عملت فيه. وتابعت ربنا سبحانه وتعالى قال الأصاصة، لكن لما احنا نحارب بعض علشان الدين، لكن مش علشان أنا بحبك أو بتحبيني أو عملت فيك أي حاجة في الدنيا، مهما يكون ما عنديش حاجة تخلي البني آدم يقتل أيا كان، الملابسات ممكن يكون ملابسات جامدة. جريمة هزت مصر كادت تتكرر، شاب هدد فتاة بذبحها مثل نيرة. خلال الشهرين الماضيين هزت الشارع المصري جريمتان مروعتان عقب ذبح الطالبتين نيرة أشرف وسلمى بهجة على يد زميلهما في حادثتين منفصلتين بعد رفضهما الزواج منهما. وفيما لا يزال الرأي العام تحت الصدمة كادت جريمة أخرى تتكرر بنفس السيناريو في القاهرة بعد أن هدد شاب فتاة بذبحها، إلا أن رجال قسم شرطة حدائق القبة بالعاصمة تمكنوا من ضبط الشاب بعد أن تعدى على الفتاة الضحية وهددها بالقتل إثر رفضها الزواج منه. وفي التفاصيل اتصلت فتاة تدعى بسنت مرعوبة بالأمن وأبلغتهم بأن شابا هددها بالقتل، فتحرك رجال الأمن على الفور وألقوا القاء 12 من مارس 2015 صورة أرشيفية،
وقال الإعلامي عمرو أديب إنه على المستوى الشخصي غير مرتاح بشأن دفاع المحامي فريد الديب عن قاتل نير أشرف، وعلى الرغم أنني أعلم جيدا أن من حق القاتل أن يكون له محامي بدفاع عنه، إلا أنني غير مستريح للأمر. وأضاف خلال برنامج الحكاية على قناة NBC مصر أن المحامي فريد الديب يتصدى للدفاع عن قاتل نير أشرف لكي ينقذه من حبل المشنقة، وعندما يتدخل محامي كبير مثل فريد الديب أشعر بالظلم للبنت اللي راح الضحية أمام الناس في الشارع. وأوضح أن المحامي الكبير فريد الديب تقدم بمذكرة يطرح أسباب نقده لحكم الإعدام على قاتل نير أشرف. قضية نير أشرف، فريد الديب لا أدافع عن الجريمة وإنما مسائل قانونية. قال الإعلامي أحمد موسى أنه تحدث مع المحامي فريد الديب حول سبب تقدم مذكرة الطعن بالنقد على حكم إعدام محمد عادل المتهم بقتل طالبة المنصورة نير أشرف. وأضاف موسى خلال تقديمه لبرنامج على مسؤوليته المذاع عبر فضائية صدى البلد مساء السبت أن الديب أخبره أن من أسباب تقدم مذكرة الطعن وجود رأي مسبق للقاضي في القضية، موضحا أن المحامي استند على عدد كبير من أحكام محكمة النقد الصادرة منذ سنوات طويلة في المذكرة التي أودعها، وأشار إلى أن فريد الديب أوضح أنه لا يدافع عن الجريمة وإنما يدافع عن مسائل قانونية، متابعا أنا لا أدافع عن الجريمة بل أدافع عن القانون، وكل ما ذكرته في دفاعي ليس دفاعا عن الجريمة ويتحدث عن مسائل قانونية وفقا للقانون. محمد عطية ضد إعدام قاتل نير أشرف. حل المطرب محمد عطية ضيفا على برنامج القصة الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية الرابية عزيات وإذاعة عبر قناة لانا TV، وأثار محمد عطية جدلا واسعا بسبب تصريحات بشأن قضية نير أشرف طالبة جامعة المنصور والتي قتلت على يد زميلها محمد عادل في يونيو الماضي. وقال عطية خلال الحلقة أنه ضد إعدام محمد عادل قاتل نير أشرف، مشيرا إلى أنه ضد عقوبة إعدام بشكل عام مفضلا أن يعاقب بالسجن المؤبد 25 عاما. وطلب عطية بمحاسبة الشخص المتسبب في تسريب تقرير كشف العذرية الخاص بالمجن عليه نير أشرف، مؤكدا أن تشريح موجود في كل جرائم القتل، ولكن إعلان فكرة هل الفتاة عذراء أم لا مرفوضة ويجب أن يحاسب المتسبب في ذلك، أن هذا يعكس طريقة تفكير المجتمع في الحكم على المرأة والضحية من خلال شرفها الذي يتمثل في علاقاتها. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات، هل سينجو محمد عادل من حكم الإعدام؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا، وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.